أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس الرابع عشر من دروس فقه الأسرة. درس 14 أدن مسلاي في الموضوع مهم اسميس موضوع النسب، يعني مقارنة فيلياسيون يصروا مثل فيلياسيون معناها النسب. موضوع النسب يسعى الأهمية في مقدمة، يسعى الأهمية في قرآن أطاس تمثال لغدي فقن الأهمية للنسب ذي الشريعة الإسلامية نغذي الحياة بمذان ذي حياة الإنسان. نقطة ثم زواروث، النسب حق من حقوق الإنسان، ما ظهر في دروات اللون إزرفان حقوق بمذان بارمي لدروات اللون من ضمن حقوق الإنسان حقه في النسب. ثورة كان لذا جنس محاس هل ترى يوندينا أسين الحمد لله سيغ فافان سيغ إما معروفيث، يعني النسب معروف لا فيلياسيون ينوى دين كلاري النات ولاش ديكش المشكلة. مي وين مسكين ونسعر لا فيلياسيون سون فانارا وين يتعاش يغفلاني مقرانا هذي تصي غفلان هذي كاسي غفلان خطر يغر تجور يسعى البروبلما كين النسب سي قارن كيني فافان والسينا يما والسينا غاس ما إلا موثن ليسونسيال هذين اللان معلومين معروفين الأب والأم ولا ما إلا لا فيغر ذا وجيل أو وجيل ونيو موث فافاس ذي ماس إخيني ما عليش مرحبا ستكشي ربي ولكن الناس بينو معروف تاقي قصدغ وقي حق من حقوق الإنسان. نقطة في السنة دائما ذي المقدمة إنه النسب ذن سارة ذي فقرن يعني العلاقة في ريمذانا للمقارن وقالي تنذين ذي شجرة العائلات. شجرة العائلة أتفضل كل يوم يسعى الشجرة ينس أسيني كين سيغ فافا يما فافا يسعى يماس فافاس يما تسعى فافاس يماس جدي يسعى فافاس يماس التجرة التجرة يساني زوران يوثن ذي التاريخ يزوران يساني فركون يعني سعى جذور سعى أغصان أو فروع أصول وفروع صافي. موضوع النسب ذن تسان أراغي غديف جنن العلاقات إقلان يمذان مرة. نقطة ثيضة يثمثن في الثلاثة الناس باقي يثمثن في ريس عنا زر ذا مقران زر ما يغار خطر ساقية تصل خسارة قدران دي المجتمع النغ بارمي خسارة قدران يضرون مقارن ظاهرة مالوريزمون قرناس الفينومينا قل لميرسي لباتير الأمهات العازبات يعني في قذاقي إسعان دريان بلا زواج لمرسي لباتير وقيد يوم بغور ذيوث المشكلة يتعاش لومانيتي الساقيدي دوني ثنا البشرية راهي تعيش أزمة كبيرة في موضوع النسب. لماذا؟ لظهور ظاهرة لبروز ظاهرة الأمهات العازبات لمرسي لباتير أتفضل جويجارة ساد دريا أدياس العامل ويسر معه لكاتريان فاكتورة ديني ثورة أو الأهمية الموضوعة أدنيني باللي مدام ثلا ظاهرة الأمهات العازبات أدس ظاهرة أخرى ظاهرة الأولاد غير الشرعيين يعني الدريا ورنسينار الوالدين سن وذا قيث مثل ذا وقيذ وهرم قران ذا غفلام قران مالوريزمو ثقارن ذك جرنانان ثوالي تلفزيوات ذا غفلام قران ظاهرة الأود غير الشرعيين وقذاقي ونساران الوالدين بون لأنه قذا ساقي عاشن أدي في منسن دي الكرواسون روجنا دي في منسن دي ديف ميلان وياض مساكيث موثن أتفضيون يعني ميخذ من الحرام ارتكبوا جريمة الزينة ميدولوا الوقشيش نغذ قشيش أثقار ندوث قنطرث نغذي الفير نغذو الروضة وكاميون باش ذيمث إلى آخر إلى آخره. أطاس المشاكل قدران تيم قرانين جرائم جرائم كبار إلا واندان ذا كذلك ظاهرة الأمهات العازبات ثبويدو فرويض ومقارن لافورتمون الإجهاض أتفضر قد سمطوط من الميخذ من الحرام ثمطوط نسر في التاثيست أتيليون سنت ذا شا تخدم باش تفرق الأثر الجريمة ينس ذا شا تخدم أتخدم لافورتمون يعني أدغضل تاثيست ينس سدوان سلحشاوش ناس كذا ليسونسيال أتخدم لافورتمون الإجهاض والإجهاض قيث مثلا حرام ذي الشريعة الإسلامية حرام ذي القانون
ذي القانون انتيردي ذي الشريعة حرام، يعني يطاس القوانين لكود بينال على المستوى العالمي، أطاس الدول يخذ من ذي القوانين سن حرما نغجر من اسميس الجريمة يقوم من قانون لافورتمون فقالت مثلا ثبوي داك يعني يغفلانا كي إذننا. كذلك إلا وين النظام الساقية قلان تعيشين ذي الوقت لا ميدسين ثبضا دا ثبض ثبض يعني النفو علينا ثغال سوف غادو مقارن أطفال الأنابيب الدرياجي يوثم يا خاكا نكون يا رسان كل يوم يسعى بفاسي ساي ماس بفاس لو بير لا مير كل شيء أمية ديسيون وسايث مثلا أذو غالا الغدر الغاشي سيت يوثم أذري نيميرو الفلاني نيميرو 15 نيميرو 10 نيميرو 11 ذيو بوكو ذا مقارنة ساقيغ دياس أنظر الشريعة شاديري ليكس إلو مقارن كذلك التلقيح الاصطناعي يعني يدوين اسميس ماء الرجل واسخذ من اصطناعيا الطبا بيان سور ذي الخبراء ذي مسنون اخذ من تلقيح ابوال ذات تمطوث بوضيس السيجنيت بطريقه اصطناعيه يعني وكذا النظام الشرعي لقدينا واليس هل ترى اشتاقي يجوز نغري جوزالا كذلك الا وين النظام خدم انت ساقي مالوريزمون سورتو في مراقيتي مقارنين كام الانجليز كام دي امريكان دي فرنسا ومقارن ظاهرة استئجار الارحام لو فينومين كي داغ دوكو مقارن يعني ثم طوثة تزوج دور كازيس ولكن ماشي ثن تساتاري رفذن ماشي تساتاري رفذن ثافيس ادشرو ثم طوث النظام يعني ذي العجب ادشرو ثم طوث النظام دونون دونون سيدري من سو ان كونترا ادخل من العقد استيني كيني والفغادر في ثاليس ثاليست يعني امن برغازي ساكد البويض انت مطوثاقي وادخل قند داخل طبعا انت عبوط صايد يعني تقو عبوط انت مطوط طايد اكيث الله الله غالب الى قادينا شوي لان وقي قرناس استئجار الارحام وقي ذا يتساوي دو كورنوياض دي كونفلي ذي العجب ثم طوثني يرفذن سيقدري من بيان سور فينالمون ماشي ذي لوكو كان يشروني يمذانا ذي تجارة كي الفلاني يسكرا لوكاليون ذي خم تجارة سي نورمال الساقي بظن ريوث الدرجة ثم طوثة السكرا بوضيسي إثايض نغيوياض ذي العجب ولكن اشتاقي الضراء ماشي ذي هناك مكاتب يعني دي بيرو سبيسياليزي خدم العقو ذاقي ومثلان بعد ما رثر في الثاني ستني تجي إسكران تسعة شهور نص من شهور نص سبعة شهور ما روح لكنك باش يعني يدرفو أد سعوم ميسن غيلي سني ذا شرا يضرون تربث السفلاس تسعة شهور ثع بطيس للجور ديالا دارون غدرفو أدس زعمان تربانتيز هي مسني ثايض أستيني ثور ذوي غمية نغيلي أستيني خاطي أو رباه في أشحال قيث عبوطي وتسعة شهور رباه في الأستاسة ومستكارك أستيني أخي للعقد ديالنا ناغ أكم خلصا أكم نمسفام أو أستيني أيثر نوضي السومة نغمولة شو مستكارة نغاث نغغنق إلا واندا غستر نوضي السومة على حساب النيغوسياسيون أخذ من المفاوضات إلا واندا غتنغ إلا واندا الكونفليا قد يوضل مالا جوستيس ثوريث مثلا فهم باللي موضوع غلافيلياسيون موضوع النسب إلا قد نهضر في الناس تجاكم السلام باش المقدمة باش نفقد أهمية دراسة موضوع النسب.